الجزائر الحرة المكافحة، صوت جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر. أيها الإخوة، إليكم كلمة اليوم. رغم كل شيء، رغم الحديد والنار، ورغم الدبابات والمصفحات وآلات الجنود والبوليس، ورغم السدود والأسلاك الشائكة التي حاطت الاستعماريون الفرنسيون الشعب الجزائري في كل عاصمة ومدينة وقرية، ورغم الانذارات والتحذيرات التي كانت تذيعها اسواق الاستعمار لارهاب الشعب الجزائري، رغم كل من الاحتياطات العسكرية والبوليسية التي فرضت على العواصم والمدن والقرى الجزائرية، رغم كل شيء أيها الإخوة، رغم هذا أيها الأحرار في كل مكان، فقد خرج الشعب الجزائري، خرج من كل عاصمة ومدينة وقرية، خرج من كل بشرة ودوار. طفينا البوست يا شيخ، طفينا البوست. يا قلت لك ما تشعلوش يا بابا، لا وحدك تحب تسمع له يا بابا، نقصوا من الصوت راه نسمعوا فيك من باب تزير على بالك ولا شي بابا هكدا. لا لا، عنده الحق سيد البريغاتي يا بابا، قال لك شحال من مره بلي الحكومه راهي تعاقب الناس اللي يسمعوا دوك المشوشين. البندية بابا اللي في اللاقا كيما يقولوا لهم، فيق شويه واش بيك. نقول بنادم الله يهديكم ولا مكان جيل اليوم سيدي البوليس، ما تخافش من اليوم انا نعسلك على البوست، واحد ما يزيد يشعلو. واش بك تاني مع بابك؟ انا ما بيقولوا يا اما راه مع ولدك العزيز. مع ولدي العزيز كلي ما نعرفكش. اسمع، ادخل لبيتك تاخذ تريح خير لك يا اخي. هم يا اخي مريم. نعم سيدي. وراء الجليلة. الله يقبل سيدي. أنت بيت الدراري تحب نجيبها لك؟ إيه ماذا بيك؟ ما عليك. إيش خيوة يا أميرة؟ كاية إذا تحب روح نسخر لك. ماذا بيك؟ خلي لالا نسخن. صح.
يا درا واش راه محكوا لهم في الجريده؟ قال لي قتلوا البارح واحد البوليسي كان هابط من الترولي. عربي ولا رومي؟ لا لا عربي. هذا ما يكونوا قتلوا الخوا حتى راه داير قد راسه. قول لي اش كاين؟ ياك ما يقتلوش كاع البوليسيه. هادي ما نكذبش عليك يا امينه. على كل حال اللي يكون عسكري ولا شرطي عند فرنسا حالته صعيبه بزاف. ها بركة بركة واللي خبصوا مع القاتل. بخير عليكم. اش قلتي؟ قلت لك واللي خبصوا مع القاتل. ايوا لكن هذه ثورة يا أمينة ثورة. لو كان قتلوا هذاك الكلب نتاع لاكوست كرم هنا ونا منه. يا أمينة الدعوة ماهيش في لاكوست ولا بغير لاكوست. الدعوة راهي في الفكرة. الفكرة يا أمينة الفكرة. واش من فكرة سيدي؟ الفكرة نقصد بها بنتي هي الاستعمار اللي لازمنا نمحيوه ونقضيو عليه من هذا الأرض. صحيح. داك صحة. قال لك جمعية الأمم راح تجتمع باش تنظر في القضية نتاعنا. مليح مالا. إيه معلوم مليح. على خاطر كنت أكلين على المجلس يعطينا الاستقلال. وتجي في بالك يا بابا اللي كاين شعب يخمم علينا حنا. معلوم كاين على ما كاش. كان تونس كان المغرب كان مصر والشام والعراق وليبيا وكل قطار اللي مجاورنا. لكن الاخرين يا بابا اللي قروا في هذا المجلس تجي في بالك اللي مثلا الامريكان والانجليز والطاليان ينتخبوا ضد فرنسا. مالا على حساب كلامك انت احنا ما عندنا ما نعملوا. يا بابا ماشي كلامي بصح ما كاش كيما اللي يتكل على نفسه والثورة عارفة هذا. مريم مريم واش كاين؟ رموا جرانات في قهوة باتيست العسكر كان له وحكمهم. اواه قبلهم بالرشاشات تقرصوا على بعضهم ومن بعد هربوا. صح قول لي انت واش قاعدك في الزنقة حتى لدوك؟ هذه راهي نحكي داروا براج تلدوق و ايوا انا ما دخلتش قبل ما يديروا البراج حميد. سامحوني ما انا نقول ولي عمر ادخل بكري ما تدخلش حتى نص الليل. خمس دقائق يما ونرجع. ايه تقول لي خمس دقائق وانا نبات نخمم عليك. الراديو خلينا نسمع واش كان في الاخبار. روح مازال الحلا بابا على 9:40. مانيش على الراديو تاعنا راني على الراديو تاع نسارة. روح في اي ديزاستروز لا دي سي اليي ا اباتو 5 افيون دو تيب ميغ لو ديكتاتور ناسر ايت اوز ابوا. الجيري اون انريجستر ان سيرتان نومبر داكروشاج اي دامبوسكاد où les pertes des hors-la-loi sont sévères. Les forces de l'ordre ont arrêté 30 rebelles près de Aïn Temouchent. Dans le Djurdjura, un violent accrochage a opposé les forces de l'ordre à une bande de Felaga. 30 hors-la-loi tués, 3 capturés, un grand nombre de blessés. Dans la Casbah d'Alger, un commerçant musulman a été atteint de 3 balles de 7,65. Alors qu'il descendait d'un trolleybus, un inspecteur de police musulman a été abattu de plusieurs balles de revolver. L'agresseur n'a pu être rejoint. Les agents de la DST signalent que ces actes de terrorisme sont signés Hicham. Et maintenant, voici nos informations sportives. Au stade Saint-Eugène. Oh. Voilà, t'as fait poste. L'akhbar riyadiyya, ma t'smahaj ou la? Oh, c'est l'akhbar riyadiyya, ya baba. Mouloudiyya, m'khassarina, m'khassarina. Surtout les humiliens, m'a l'galia. Tardit. C'est ça. ايوه انت واش عجبك في اخبار فرنسا؟
يا حميد أوليدي نسمع الأخبار نتاعهم باش نعرف الدم الصح. هذا ما كان كذب في كذب. ياك على بالك كي صرحوا بموت عشاع ساكن لازم لك تزيد صفر ويا ربي لو جيت الحقيقة. هذا على بالنا بها. يا بصح يا حميد أوليدي حتى احنا ما زمناش نبالغوا. وخصوصا ما يزمناش نساو باللي فرنسا هي فرنسا. يعني واحدة من أكبر الدول في العالم. لبنا بابا. إيه. صح فرنسا عندها القوة والسلاح أكثر منا. كاينة. صح احنا يا بابا. احنا. على بالنا علاش رانا نكافحوا. وعسكر فرنسا لو كانت حكمة عسكري منهم. والله ما على بالو علاش راهي حارب هنا. اي حقيقة. واش تحب يقول بنادم يفرج ربي يا وليدي؟ يفرج ربي هذا كلام زمان يا بابا. ياك يقولوا تسبب يا عبدي وانا نعينك. صح انتوما ناس بكري ما تسببتوا ما والو. كنتوا لاهين بعد بالسنيترات والاخرين بالكسبات والحطات والقعدات. نزيد لكم قهوة. بوف. سراك ده. احنا كنا لاتين بالقصبة والسنيترة والقعدات والشيخات. صح وانتم ادرك قل لي يرحم باباك. الجيل نتاعكم مش عمل. ها؟ شوف خوك توفيق. شوف الخدمة اللي أخيرة. بوليسي عند فرنسا. حتى البوست ما يخليش يسمعوا كي الناس يعجبها. وهذاك السوفاج هذاك تاع عمر حتى الدرك مازال متبر ما يخرج جيل نتاعكم. عمر على بالي تهضر على عمر. عمر بابا يا عمر عمر ما يطورش في السيره اللي راهو فيها ويحبس. بصح شوف الشباب الكل راه في الكفاح. الاساتذه الاطباء الفلاح الخماس كاع راه في الكفاح. هذا هو وقتنا يا بابا. هذا هو وقتكم. ايه صح. قل لي انت يا حميد انت يا راك تكافح. هيا هذا هو الشيء اللي راه محيرني بابا وتسيبني نفكر فيه. علاش غير عائلتي انا برك بعيده عن التوره بابا. اسمع انا راني نخلص الاشتراك نتاعي. ولا تاني راني نخلص. ممكن عمر وتوفيق تاني. صح هذا ما يكفيش. ما على حسابك انت يلزم جميع افراد الامه يكونوا يا مجاهدين في جبل يا فدائيين في لندن. لا 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 يا حميد وليدي. كاين لاتين غير بالسياسه برك وهذا ضروري في كل ثوره. سوا بابا بصح احنا ما عملنا لا هديله الاخرى. شوفنا انا من الخدمه للدار وكي نتلاقى بالعسكري يحبسوني ساعد سقلة ساعد كوتبي وما نقدر نقول والو. عمر متبر ما يخرجش. ايه توفيق الشرطي عند فرنسا ما قال دوق ما راش يعدف في خابتو في دار الكوميسار. حميد لا هذه ما نحبش تزيد تقول على خوك. ها عنده الحق بابك. انا تاني ما نحبش نزيد نسمعك تكلم هكذا على خوك. لو كنت تسمعك مريم يغيضها الحال على زوجها وما نحبش تحضر هذا الكلام اللي ما كانش منه. معليش لالا خليه يتكلم. سامحيني اختي. ما عندك ما عملت باش نسامحك. بصح الشي اللي نطلبه منك ما تقولش هاد الكلام في الزنقه. تقدر توصل خوك لهلاك. مريم نعم سيدي. اروح تشرب القهوه معنا. اروح. لا الصحة سيدي. نروح نخمم البيت. اهو قريب بيت. اسمع النهار اللي تعلم تحكم فمك ذاك النهار نتهناو. عجبك الحال دوك راح تهكذا البيت تبكي وانا غرضي. يا خي جي لي اليوم يا خي. مالا انت من الناس اللي يقولوا باللي جيل زمان كان راكم. علاش ماشي صح بابا؟ معلوم ماشي بالصح. تكلمت على السنيترة والقصبة والقعدات والشيخات وإلى آخره إلى آخره، ولكن نسيت باللي من عهد الأمير عبد القادر، واش نقول أنا، من قبل الأمير عبد القادر،
من زمان قبل الامير عبد القادر والثوره ساكنه في شعبنا. لو كان ما تضلش تسمع لهذوك مشرقين الفم تاع اصحابك في الزنق ايه ايه وتطلع شويه على تاريخ بلادك، لو كان راك تسمع بالمقراني بوزيان وقاسي ببغلة بوشوشة بولاد سيد الشيخ وغيرهم وغيرهم كثير من الأبطال اللي وقفوا في وجه الاستعمار. صحبة ما فهمتنيش، نحب لا انت ماذا بيك تفهمني؟ ماذا بيك يا حميد تدخل في دماغك باللي جيل زمان ما كانش راه قد الخطيب في المنصة، الممثل في المسرح، هيا سيد المغني بأغانيه، أصحاب الجرائد السياسية واللي يكتبوا فيها المقالات، أصحاب المطابع واللي يوزعوا المناشير، الشيوخة في المسايد، هادو ومثالهم مثالهم كتير، هم اللي غذوا الثورة في شعبنا وكانوا يغذوها حتى وصلنا لثورة نوفمبر هذه اللي أنا فيها. هذه ديرها دي بالك. فكانت كيف حالك؟ هذه حميد ما نقول لك ايه ما نقول لك غيرها. دوك انت كبير وتعرف واش بك وين راه. أوه خير هذانا بزاف. تاع الوقت صوت الجزائرية خف. الجزائر الحرة المكافحة، صوت جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر. أيها الإخوة، إليكم كلمة اليوم. وعلى الساعة الثامنة وطبقا لتعليمات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، خرج الشعب الجزائري في وقت واحد ليخلد يوم أول نوفمبر التاريخي العظيم، يوم انتفاضة الشعب الجزائري الكبرى وفيمة راديو الاستعمار وضد أعداء الإنسانية. وخرج الشعب الجزائري كذلك. دوك يا بابا شو اللغة نتكلمها معك باش تفهمني يا حمدان؟ ورجاله على بالكم كان عسكري يسمعكم راكم تباصيو الكل، كي الكبير كي الصغير على بالكم؟ ما علاش؟ علاش هكذا؟ لا علاش كانتك يا زيد؟ أي طفي حبيب، أي طفي ما سمعناش، هاو جا ساعه زرعي طفي. لا والله العظيم غير كرهت عيما بزاف. والله العظيم غير بزاف. عنده الحق يا حمدان. واش من عنده الحق؟ انت يا تاني عنده الحق. راهم يقولوا بلي العسكر راهم يجوزوا من دار لدار ويبقوا يصوتوا تحت التواقي قدام البيبان. واللي يسمعوا دار صوت العرب يدخلوا يكسروا الراديو ويدوا مالي الحبس. وذاك عمر ورا كان هنا هذا وخرج او في تبرم ثاني كذاك ذاك ما ينضر حتى نهار يجي في راسه هذاك. حبابك انت خايف عليه من الخوا ولا من العسكر؟ دوك خايف منهم في زوج يا سي حميده، فهمت؟ انا بالله وبالشرع ما ضليش تعاند في خوك كبير عليك. كاش ما قلت دوك كنت راح تقول هيا ما قال والو. او اي سكتينا رحم والديك. ايوا هيا ريح هيا. انت دايما هكذا دايما تدافع عليه على خاطر المعزوز اللي خراني. انت يا ما شتيش روحك انت يا ضل تدافع على هذاك على خاطر هو الاولاني البكر. هيا سكتين هيا حمد. هيا شرطة الغالي. لا 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 صح. توك يا امينة كي يجي وميزه مليح. ايه توفيقك كتر بزاف. ايه بزاف كفاية عجبة. احنا العائلة ديالو يتكلم معنا كاللي راه يتكلم مع هذوك اللي يدوهم للكوميساريا. يا بزاف هلا يعطينا رضاك انت تاني يا راجل. ما تنساش اللي وليدك يظل نهار كامل ويخدم وخدمته صعيبة ماشي سهلة، أعصابه الكل تزعزع. هذا واحد قتلوه، هادو سراق، هادو زوج ضاربو، ولما يدخل للدار يسيبكم يتكلموا عن السياسة يتسمع في الأخبار. يو رماش حبيتين نتكلموا يا للا على القصبة والقعدات والشيخات والسنيترة كما قال سي حميد. ايه بعدها فكرتني كنت تكلمت على السنيترة. يلا يجعل الخير. واشنو تاني؟ حنيفة تدخل عروسان هالحد. ها 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 انا الحق مليها شتي. ايه بوه
هذا ما تعرف تقول. قلت لك حنيفة رايحة تزوج مع ولد السي موسى اللي عنده المعمل تاع اللوح في الحمة. سيدي هاي ياي هك تسمع، السي موسى اللي عنده معمل في الحمة حوينتا سمتها معمل. هوا تأمن النية وتقعد النية طول حياتك. تعرف شكون اللي عندهم المعامل غير الله؟ أنا نقول لك شكون. دوروكس ريكسي مسيو باستوس وبني عمهم مثالهم هذوك اللي عندهم المعامل ماشي سي موسى نتاعك. على كل حال لا يجعل كل شيء مبروك. صح انايا كاين حاجة ما حبتش تدخل لي في دماغي خلاص. واشنو تاني؟ كفاية عجبة مازال حتى الضوك ناس اللي عندهم الشجاعة ويتزوجوا في هذا الوقت اللي رانا فيه. يواش إذا التورة تشد 10 سنين 10 سنين الناس ما يتزوجوش. يتزوجوا اليوم يموتوا غدوة، هذه هي الدنيا. إيه صحيح هذه هي الدنيا. واحد حازن واحد فرح، واحد ينزاد والآخر يموت في نفس الوقت. عندك الحق يا أمينة، هذه هي الدنيا. إيه. لا لا لو كان غير تنادي والتوفيق يجي يقعد معاكم شوية. مانيش عارفة واش بيه، الماكلة ما حبش ياكل وملي دخل هو قاعد يخمم. حمدان عيط له. توفيق توفيق. نعم بابا. أروح أروح يا وليدي، حبيت ناخذ رأيك في واحد المسألة. أروح. راني جايبه. واش غير الخير شيخ؟ لا غير الخير، ريح. حميد. قلت توفيق. هنشوفك هاد الأيامات ماراكش مليح، واش غير الخير؟ غير الخير يا بابا. أني تعبان شوية برك. على بالك الخدمة نتاعنا والمشاكل والصداع. توفيق قل لي يا وليدي، ياك ما صار لك حتى شي مع الخاوة، واش تحبي يصير لي مع وبيني؟ ما نعرف، قلت انا بالك حلفوا فيك باش تبطل من الخدمة ديالك. إذا هكذا يا وليدي غير بطل قبل ما يصير لك كيما البوليس اللي قتلوه البارح. سمعتي بيه؟ هذا الشيخ هو اللي هو يقرا لك في الجرايد. يا وليدي خذ رايي، غير بطل قبل ما يوصلوا لك. شوفي يا إما. إما ما تخميش، هذوك ناس منطمين، عند بالك رواحه قتل ولا كيفاش؟ شوفي قبل ما يقتلوا واحد لازم يتحقوا عليه مليح ومن بعد يحبطوه. ياه وعلاش هما لقتوا البوليس البارح ماشي على جال خدمتهم؟ ياك فهمتك يا مراه، نزيدو نعاودو ولا كيفاش؟ هذاك وحش كبير يا إما، كان ضد كل جزائري. القسطو الكبير كيدير اكثر من الشيء اللي مطلوب منه، هو اللي كان متكلف بلا تورتير. بصح توفيق ماشي كيف كيف، توفيق خاطئ. توفيق قول لي يا وليدي، ياك انت راك تعاون خاوه. شوفي ايما، انا راني نخدم في خدمتي وهذا مكاني. على كل حال ماني ضد حتى واحد. ايه هما لا غير قول ما راكش معاهم. ايوا ودرك شنو هذا البحث هذا؟ وليتي من الرجال الجبهه دوك باش تبحثي هكذا؟ ايوا راح يصلي العشاء تاعك رحم وديك راه فاتك الوقت. هيا واشنو دوك؟ ما نقدرش نتكلم مع وليدي. ايه سامحيني لا خلينا نتحدث وسكتينا شويه. روحي انت دايما هكذا، غير نتكلم تجيبه من ورايا، ادخل شركه ثانيه اخرى ملح. لا يقبل يمينه. لا يقبل العجوز. واش حبيت تقول لي يا بابا؟ قريب نسيتني. سي عمار العساس تاع الحوش تاعنا. ايه. اما انا تلاقيته البارح وكان. اسمع يا سي. احتمدوا. هذا كيما خرجت عن الضرورة ورجعت.
مانيش عارف وقتاش تهنا من الدورات نتاعك نتاع. انا ما نسالك وانت ما تسال، وما رانيش نرضع في صبعي، وراني حر الله اعلم. حر؟ انت ما تهنا حتى نهار اللي يجيبها في راسك. اني حار يا ولاد لعن ابليس، لعن ابليس. خلاص وشنو هذا؟ او عمر كي راك هنا، روح ماذا بيا تعطيني رايك في واحد المساله كنت نتكلم مع خوك عليها. هذه هيا كمل بابا كمل. ايه كما كنت نقول لك، سي عمار اتكلم معاه بيريز وبعته باش يكلمني على الحوش. حب يشري علينا الحوش؟ لا بالعكس، حب يبيع لنا الحوش نتاعو. قال لك يا سيدي راهو خايب من الفلاقة وماذا به يجي يسكن هنا في العاصمة. باش يبقى يزقي لالجيري فرونسيز. فيرز قد ما هو يدعي فرنساوي قد ما اسمه يقول العكس. كل ما نقرا الجريده ونشوف الفيلمات اللي حرقها جيش التحرير ما نصيب غير بيريز رودريغيز ديناريز، ويزيد داك البغل نتاع لاكوست يصرح ويقول باللي مليون فرنساوي عايشين في ارض جدادهم. هيا برك من البسله نتاعك عمر، هادشي نعرفوه وما طلبناش منك خطاب سياسي. دابا كاش لي هضر معاك يا سي توفيق، وزيد علاش ما تحبش نتكلموا على السياسه؟ برك عمر خاف من كاش واحد يبيعو. ياك انت باباه وانا اخوك، ولا واش كاين؟ خفت على سيدك البريفي؟ خفت ناخذوا الاستقلال وما ترجعش كوميسار؟ شوف يا عمر، لو كان ما جيتش خويا يا عمر. خوه على خاطر اللي يديهم من مركز الشرطه ماشي خاوتو، اللي راهم يموتوا في الجبال ماشي خاوتو، المشتات اللي راهي تنحرق بابا ما فيهاش خاوتو، خواتاتو خوك غير اللي ولداتو يماك. شوف عمر اسكت. ما نسكتش على خاطر عمر. خدامين الدولة اللي حبوا يتمولكوا في بلايصهم لو كان اليوم رانا عايشين في الاستقلال. وزيد يقول لي علاش نشرب بابا. خلاص عمر بزاف جزائريين يشربوا يا سي توفيق، حوس تعرف علاش؟ كاش واحد حب يفهم علاش؟ لا بصح انا نقول لك على خاطر منو من معيشة الدل، على خاطر حبوا ترجع لهم الكرامة، على خاطر حبوا ترجع لهم الرجلية اللي عندهم حق فيها وما عرفوش كاش يعملوا، ما عرفوش كاش يرميوا الزبل اللي في قلوبهم في وجوههم توهم ملاك الخوبة تاعهم. وشو هذا؟ وشو هذا؟ وفرحت هذه هي المرة الأولى اللي تلفت يدك عليها، ما تعاودش على خاطر والو خويا نقتلك. زواح ما عرفت تهدر هكذا على خاطر خوك؟ لو جا عسكري في الزنقة يعطيك بسقلة قدام الناس حبت راسك كل مرة تقتل يقتل. اطلع الجبل فوق مع صحوري اللي تصحتك تقتل اقتل بالله. والو شرطي والو خايف على خدمتي والو واش تحب خويا؟ وقبل ما تقتل لازم تقتلني انا. ولدت العديان من الكرش يا حمد لله العديان. عندك الحق، ولدت العديان تاع الصح، ولدت العديان يا امينه، ولدت العديان. كبرناكم وتعبنا عليكم باش تكونوا متكاتفين، باش تكون اليد في اليد في الخير والشر. حبينا تكونوا صف واحد في وجه العدو باش كفيتونا انا وياها، بصح ما تحشموش في الوقت اللي جمعتكم فيه باش يكلمكم على واحد المساله اللي تهمكم اللي في مصلحتكم، رحتوا انتم تاكلوا كيل كلاب. هيا زدت لهمك انت يا حبيت تقتل، ها انت يا تاني حبيت تقتل. هيا تحاكموا واش راكم تستناو؟ هيا ما كفاش الفرصه اللي راه تقتل فيكم، زيدوا انتم عاونوها. هيا سيلوا الامواس، سيلوا الدم، وديروا لي هنا
ديروا لي مذبحه، ديروا لي هنا لا بطوار، سيلوا دمكم خليه ماكم. تحني بيه حمدان، تحني بيه حمدان، حمدان بعدي 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 قلبي. ما تحشش روحك قلبي، الطبيب قالك ما تبغيش تزعف. ريح ريح. هكذا هكذا حبيت قلت لباباكم تريحوا هكذا. مريم روحي جيبي له دواء. وصغر الهموم هكذا كي لقيت طرفه. جات الثورة قلنا تطيح الحنانة والعطف في قلوبهم، ولكن صار العكس. صار هذا يشك في هذا. ولدت العديان همينة، ولدت العديان. اسمح لي بابا، سامحوني بابا، إلى عندي راي ما تشيش. بابا نروح. مريم عاونيني ندوس ديك البيتيريا. نوض عليا انت، نوض نوض. هيا لبيتك تريح شويه. واش بقى لي ما نريح؟ واش بقى لي ما نريح؟ بركه ما تكتب في روحك. توفيق ما تخشي عليه، عمر خوك ويواجبك على خطر كان شربان. اسمح له يا وليدي. على بالي يا إما، بصح أنا كذلك مش يحق علي نرفد عليه يدي. ما أدري ولو في بالكلمة. مريم ما تخميش بزاف. لا لا خل حبسوا هذا بعيدا. صباح الخير. صباح الخير. شكون هالطفله؟ انا مجاهده. عليك لي قرصو؟ ايه عليا. لو كان يحكموني يقتلوني انا معليش، لو كان يسبوا هالكواط تموت جماعه من الابطال. خبوني لو كان الساعه. واش بيكون بك انتو باقيين تشوفوا فيها هكذا؟ مريم لا تسوم مكسوات. اما انت يا خدي جاو يسقسيوك انت نسيبته. كيفاش نسيبتي؟ مريم لا لا زوجتك خير. معلش يلا يا اختي. وين جاري؟ وين جاري في الاستا؟ فوالا لي ما اولاد كل مون. يلا ديجا وش بك طفا كي شيرشي فو لا تا جول توا. Où est la personne qui entre ici? Qui cherchez-vous? Tes papiers, toi, mon salaud. Papiers. Je suis brigadier dans la police. Hein? Fais voir. Et ici. Voilà, tenez. Désolé, brigadier. Vous savez ce que c'est, hein? Oui, je service. Comprends. Bon, ça va, les autres. Vous pouvez baisser les bras. Bon, enfin... Qui cherchez-vous au juste? Est-ce que je sais, moi, un homme? Peut-être une femme.
Allez savoir avec les Pélagas, on ne sait plus à qui se fier. Enfin, il ne faut pas penser comme cela, sergent. Vous savez, à part ma femme, ma belle-sœur, mes deux frères et mes parents, il n'y a personne d'autre. Enfin, vous pouvez chercher, hein, vous pouvez faire votre devoir. D'accord, d'accord, brigadier, je vous crois sur parole. Oui. De toute façon, il était blessé. On lui a collé une sacrée rafale de mitraillette, ça m'étonnerait qu'on l'ait raté. Ah, bon. Alors, excusez-nous, vous avez des jeux. On part. Je vous en prie. Messieurs, dames, brigadier. Il y a tout de même une chose qui me chiffonne. Ah bon? Parce qu'il nous a quand même possédés. Ah bon? Vous voyez la rue, là, les quatre chemins qui arrivent en bas de votre rue? Oui. Bon, on était là au pied du mur. Quand on vous a aperçu, on lui a tiré dessus ici. Ah. Et puis il s'est engagé dans votre rue qui se termine en cul-de-sac, là. Alors c'est pour ça qu'on était certain qu'il était rentré chez vous. Ah bon, c'est une fausse impasse. Hein. Comment une fausse impasse? C'est vrai, parce que juste à une maison près, là, vous avez une petite ruelle, là, sur votre gauche. Ah, parce qu'il y a une ruelle après? Ah oui, oui. Ah, c'est casse-bas. Ah, je suis désolé. Je vous en prie. Brigadier. Sergent, oui. Emportez ma serviette. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. La petite ruelle là, sur votre gauche, là. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Khal'ouna al-kleb. مريم جيب لي سوار تاع البيجاما تاعي. مريم اختي تيموتي على بلاصه. ماذا بيا؟ ياخذكش بلي تروح لك حريتك كلها. وين تبان حريتي قدام حرية الشعب؟ ما تعرف حتى واحد هنا اللي تجيبها انا في حومتك. نعرف وما نعرفش. نعرف غير اللي تخلصوا اشتراك. يما لا شوفوا وتكلم معاه. واش كنت تحكي لك؟ كنت تحكي لي والو اللي كنت نحكي لها. كنت كلمنا على المجاهدين، على التضحية، على الكفاح، على الشجاعة، الإيمان. الواجب. Bon, allez-y les gars, je vous rejoins. Hein. Alors, Ben, ça va? Doucement, on n'est pas rentrant. D'accord.
trouvé maman comme derrière. Quel mot. Ah, ça fait rien. Tu as pas fait la commission, ça fait rien. Écoute, tu sais la belle Josette, là. Oui. Ben, elle nous invite pour demain soir. Elle donne la réception. On va gâcher, on va bien s'amuser. Hein? Bon, alors. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si, si j'y serai parce que. Et pourquoi? Ah, j'aime mieux ça. T'en fais pas, on va bien s'amuser. Ah, au fait. Ne lui dis pas que tu es un arabe, hein. Ciao, Ben, à demain. Doucement, je t'en prie. Ça va, ça va. Allez, ciao. Mariam. Mariam. صباح الخير سيدي. صباح الخير. جيبي جيبي السربيدة على بعضي. نعم. وهذا وش هو يدير هنا؟ سيدي هات السربيدة. صح. حميد. 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 صباح الخير. وعلاش القط هذا وخليت فراشك؟ صباح الخير. على باليش. ما عرف لي من عندك وين جاك ترقد. بصح ماشي في الصحيل. وهاد الغطا منين جاك؟ الغطا؟ اي هذا. مانيش عارف. واقيلا بديت تهبل يا ولد. قال والله رديت نفلت كنت مريح هنا نخمم بون داني الناس بصح الغدا هادي شكون لي؟ واش حميد؟ صباح الخير بابا. صباح الخير. شبيك راك تمتم وحدك شبيك؟ إلا على غطا أنا اللي غطيتك. آه صح. صح قال لي علاه ما رقدتش مع خوتك علاه؟ ضربك حمار الليل ولا شبيك؟ أو كما عودك كنت نخمم ولا واش داري الناس كما عودك صح. يا 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 ايه اللي رقد في الصحيح معلوم. حميد بابا نعم شوف يا نوت خوك عمر سلم عليه انت الاولى. هاو كبير عليك والبارح راك قرعتها شويه كثرت فهمنا. صباح الخير. صباح الخير. نشطة بسلامتك تمتم وجدتي روحك. يلزمني نروح يكون باتوا حايرين وبالك ما رقدوش. في الحقيقة حتى انت ما رقدتيش الليل كامل وانت تقلبي. جوزي جوزي ريحي. صح. صباح الخير اختي. صباح الخير. قلتي مليح؟ لاباس. قعدت نخمم على الشيء اللي كنتي اللي قلتي لي. نخدم تكون على الاتصال. ان شاء الله. من كثرة اللي خممت حتى داني الناس، حتى نمت. نمت زعما كلي شريت مع الفدائيين رحنا في ستة باش نقتلوا لاكوست. خرجوا لينا العسكر تكرسنا على بعضنا بعض. انا قاسوني هنا طحت غير كيما جاو يحكموني. مريم جات نوضني واني سلكتها. هاني هاني رحت جيب لنا شويه سكنجان السعيد. أمور السنجو ما يحلش دوقة مريم. راح بركة من العجز تعالي سعلي بات تما. أدوق نقول لي أختي. حميد. نعم. صح أخويا شوفي إذا ما كاش العسكر في طريقك. صح. تعرفي ساعات كي نشوف فيك نستحي ونتأسف. وساعات نفخر بك. وعلاش؟ ليش هذا الشيء كامل؟ هناك الناس الكل
لا البارح في الليل طرع لي النعاس، ولما كان ضو القمر داخل للبيت قعدت مده طويله وانا نتفرج فيك. ما تقدريش تصوري شحال كنتي شابه في نعاسك. تقولك لي كاسيك نور. شي اللي نقدر ناكده لك هو الوجه اللي ما يموت تظهر ابتسامه على وجهه. مريم. نعم. تسمحيني نقول لك مريم؟ معلوم الان رانا خواتات، ولو انا ما نعرفش اسمك. قلت بلي اسمنا مجهول. ايه صحيح. سمعتي يتكلموا على سي عثمان وسي هشام. يا اخي سي هشام تكلموا عليه كثير في الجرايد، ولا عجب حتى واحد ما قدر يعرفه وما قدروش يحكموه. بدون شك ما يكونش اسمه هشام. مريم. نعم. قلت لي كي تشوفيني ساعات. ايه نستحي ونتاسف. وعلاش؟ اسمحي لي نروح دقيقه ونرجع نحكي لك. صباح الخير سيدي. صباح الخير بنتي. صباح الخير. واش رقدت مليح؟ لاباس. كثر خيركم. اوف واش من خير يا بنتي. لو كان عطا الله ما وصلناش لهذا الشيء الكل. بصح فرنسا بنت الكلب هي اللي بينا كشفت سترنا وخلات انسانا يتمشاو في الزنق. ايه بصح ما قالهاش بزاف. الجزائر هي اللي تقضى عليها وتمحيها تماما من هذه الارض ان شاء الله. مريم. نعم. وين اقدر نصلي بنتي؟ وين؟ وعلاش ما صليتش في البيت؟ ايه ما قدرتش. يمينه كانت راخده. البارح بيت الليل كامل وهي تقلب. كنت عارفه خوافه خافت العسكر يوليو. اما انا كي شفت الصباح راخده ما حبيتش نوضها. عملت مليح. انا الدعوه طاهره نقدر نصلي انا؟ ايه تقدر. بصح كون تروح البيت خير. ايه راي. ايه بصح ماذا بيكم تهضر بشويه. تعالوا صوتكم بزاف خليوها تريح. معليش سيدي. صح. مريم. علاش قلتي كي تشوفيني ساعات نستحي ونتاسف؟ وعلاش؟ ايه نتاسف على خاطر راني متزوجه وما نحكمش في روحي، ونستحي على خاطر ما نقدرش نعمل مثلك، ونفخر بيك وبامثالك على خاطر نتوما اللي راكم تمثلونا احنا نسا في هذه الثوره وسمعتوا بينا كل العالم. تحق يا اختي شي اللي عملتوه البارح واللي راكي قايمه به الان وحدك راكي شاركتي في الكفاح. ايه انت تقولي هكذا بصح لو كان راني بجنبك في الكفاح خير. واش تحبي هذاك مكتب الله. صباح الخير. صباح الخير. مكتبك ريت فيه داخل ما بكري اليوم. حقا وحميد وين بات؟ ترى شو مازال كيما وجدتيه؟ تعرف عوايد خوك ده نعس القد هنا في الصحين. أنا بعتو باش هاو جا بعدا هاو سفنج والجورنال. صباح الخير. الخير. في الزنقة ما كاين والو. قالوا غير كيما جا استحق لاباتروي تاع لي زواف. اسمحوا لي نروح. قعدي كل شوية سفنج. لا صحة. قاو على خير. تلقاي الخير إن شاء الله. اسمعي لي يا طفلة وكانت لحفي ماشي خير؟ هذا راي مليح بصح لحيك دوك نجيب لك واحد. كيف عميتني وكان كانت تخرجي من هنا كاش واحد يشوفك؟ اختي اذا تحبين نخرج قبلك انا وكاش ما نشوف حاجه نروش لك. غير ما كان لا حميد صح اخويا. علاش انا ماشي جزائري؟ بون انا اشوفي ها نسبق قدامك. لا شتيني حبط باش نصور نربط صبا غير رجع للدار. معليش صحه باش انا رجعت لحالك. معليش قوا على خير. سلامه. وكان شربوا قهوه ماشي خير؟
ايه لا سلمي القهوة دوق من جيري عندي شوية. الطفلة راحت؟ اي راحت الله يقبل سيدي. الله يسلمك. حمد وراء راح معاها. راح معاها بدا راح معاها وراء اي وصلها برك ويرجع. اي انا بالحق كان ما زلت صغير يمكن كنت تعمل مثله. هذاك ما خصك. عمر مازال ما نضج؟ لا لا ما نض غير التوفيق. شرب قهوة سيدي. من بعد شوية ما تحب. هذه يا قهوتي؟ ايه شلون يحكي في الجريدة اليوم؟ دايما كما العادة يقولوا باللي قتلوا 100 المجاهد وحكموا 60 ويقولوا باللي العمليات الإرهابية اللي وقعت هذا الأسبوع كانت كلها من أوامر المجرم هشام. هاك تقرأ لها توفيق. كرانا الان وحدنا ومع اللي ما شفتكش من البارح من دواسك مع عمر. توفيق انا نتكلم معك. نسمع كي نتكلم معك حط الجريده واسمع لي. هذه مساله تهمنا في زوج. صح يا ريلا. راني نسمع فيك. تعرف باللي من نهار اللي تزوجنا ما خبينا حتى شي على بعضنا بعد. بصح اليوم يظهر بلاك تخبي شي حوايج. انا نخبي عليك حوايج؟ شنو هما؟ مانيش عارفه. سكن في قلبي الشك وما قدرتش نبقى محضنا عليه. شك؟ واش من شك؟ ناس تتكلم توفيق وانا الشي اللي نطقني اليوم هو الكلام تاعك البارح مع عمر. وحتى حميد اللي عزك راه شاك هو اللي ختمها الموقف تاعك مقبل مع البنت. وشنو هذا المرض الجديد نزل على هذا الفاميلي؟ البارح يما اليوم انتي من جهه عمر وحتى حميد اللي راهو معك. واش حبيتو تهبلوني ولا واش؟ والزعف علاش؟ يا اخي انا زوجتك وكيما تحكي ليش ليا لمن تحكي؟ انا اللي واجب عليا نقسم معاك الخير والشر ولا خلاص ما عندكش فيا الامان؟ مريم عندي فيك الامان وعندي الامان في يما وفي بابا وحتى في خويا عمر. بصح مانيش فاهم علاش وكل حكيتولي بين عينيكم؟ يما نقولوا معاها الحق. ولدتني عريان وكي كبرت صرت بوليسي. لكن انتي مريم انتي خديتيني بوليسي مازالني بوليسي. بصح كي خديتك ما كانتش ثورة. كي خديتك ما كانش الشعب يموت ورجال ونساء تسقط كل يوم. كي خديتك كنت تبسم كنت تصارحني كنت حي ما كنتش كيما راك ما كنتش كيما راك. مريم ثقي بيا. مريم نحي شك والوسواس من بالك. توفيق مازال مريم.
كان غير توفيق اللي ما شوش في النهار. زاد كمل عمر واللي ختمها حامد. هذه أنانية يا أمينة، أنانية. وعليها الناس يودوا ليهم هاي مريم قدامك ها مواليها ولدوها وراه اليوم عندنا واش كاين؟ هي بنت، احنا ولدنا ولاد، احنا ولدناهم لوطنهم. ايه دوق الحاجة اللي تصير امسحوا المص في الجزائر. بكري كانوا الوالدين يخافوا لما يكبروا ولادهم تديهم فراسة تحاربيهم في الألمان. اما اليوم اليوم يما هم الثورة احتاجتهم. ما احتاجتهم ما راهم عندنا، هما من الزنقة ما يدخلوش وحنا من العسكر والتفتيش ما نسلكوش. مساء الخير عليكم. مساء الخير توك. مساء الخير وليدي. واحد الولد جاب لك اليوم رسالة. جاب لي رسالة؟ ايه. واش قال لك؟ ما قاليش، قال عطاها البوليسي. صح، راح يجيبها له. واش العجوز؟ كيفاش داير الغلة؟ إن شاء الله يا وليدي، إلا عايشنا ربي حتى الرملة. شو بعتها يا طبيب؟ مالا بيك؟ أروح. شيخ، واش راك تقرا؟ هذا الجزائر خارجة عن القانون. الجزائر خارجة عن القانون؟ إيه، الجزائر ورا الوا. تاع جونسون. تاع جونسون إيه. على بالك اللي ممنوع بابا؟ ممنوع؟ لا ما على باليش. شكون جابو لك؟ سلفوا لي واحد السيد. شيخ هاك تقرا. مجاهد توفيق. ما تقلقش يا شيخ، كان واحد ولدي وزع فيهم حكموه وجابوه البوست. مالا جبت واحد منهم. هاي رسالة. صح. مريم. استمع صحة بنتي. هاكي. طلعي معاك هذا النقط فارس السطح باش تنشف. توفيق، واش كان في هذه الرسالة؟ والو يما والو. الشيء اللي كنا خايفين منه رانا وصلنا ليه. توخذنا وقيلا يا حمدان. يا مرا كبير يعرف صلاحو. شوف يما، نحي هاد الشوفات من بالك. ما يصرى لي والو من جانب الخاوة كيما راكي دارنا. أولاً أنا وليد القصبة ومازالني عايش، وثانياً الناس الكل تعرفني. إما لهني روحك يا إما صح. وأما لهذه الرسالة اللي حرقتها واش فيها؟ ودوك هاد الكارير علاش؟ ضل تعاودي وتسقسي تسقسي حتى تخلقي بنادم وحبيت توصلي وليدك يبخسك ولا كيفاه؟ لا 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 يوصلني نبخسي ما بابا. عايشك يا وليدي. شوفي يا إما، راكي عايشة سعيدة اليوم وحد. حتى حاجة ما تخصك، كيما نستفادي من هذه الحياة؟ الغدوة الإنسان ما هوش عارف واش راح يصرالو. ومعاكم أنتوما بنادم يستفاد يا وليدي؟ حميد! حميد! خويا! حميد! 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 خويا! العسكر! العسكر! واخذوني يا وليدي! لا حميد 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 كلامكم صواب عندكم بالعاق بزع مازال صغير. بو علي يا بو علي يا بو علي يا بو علي يما ما تقلقيش ما عنده والو. ها شتي ما عنده والو غير الصوصه برك في دراعه.
ما تقلقش بابا، يما روحوا قعدوا معاه. مريم شوفي، ديري عندك القوه، ربطي له هنا في دراعه، ربطي زيري زيري قد ما تقدري، انا نروح نجيب طبيب. روح مع بابا. شغلش فكرة سلك، نعرف اللي تعزو بزاف، بصح ماشي سبب باش تفشل. ماشي هذا اللي مفشلني يا مريم، ماشي هذا. رانا نخمم على الظروف والدنيا والحياة اللي رانا عايشينها، وعلى الخلاف اللي راه بين ولادي. عجيبة هذه الدنيا، توفيق موظف عند الدولة من رجال الأمن، ورجال الأمن تاع نفس الدولة قريب قتلوا خو حميد. عمر كان يشرب الشراب وبطلوا، يمكن خاف وقيل رجال الجبهة حلفوا فيه، ورجال الجبهة والبعض منهم كانوا مع خو حميد. وسط هاد الشيء كامل، وسط هاد الخلوطة كامل، شيخ مريض وزوج نساء ضعاف راهم يتسالوا على مصيرهم وش يكون. هذا هو اللي مفشلني يا مريم ومدوخني، هذا هو. وش تحب سيدي؟ هذه هي ظروف الثورة اللي وقعت في الجزائر. ماذا بيا نفهم يا مريم؟ ماذا بيا نفهم ولو مرة واحدة؟ كم غلطش انت يا مثلا؟ ايه فهمت زوجك يا مريم؟ هذا السؤال لقيته على نفسي شحال من مره، بصح عمري ما لقيت له جواب. على كل حال، الشيء اللي نقدر نقول لك عليه هو اللي راني ثايقه فيه، مش على خاطر هو طلب مني هذا، صح كاين شيء يقول لي لازم نكون ثيقة فيه. ما نعرف. راح نشوف حميد. شفت توفيق يجري مع الغشي، وين كان رايح؟ كان رايح عمر. حميد. شبيه حميد؟ هادري شبيه حميد؟ حميد وش بيه؟ قرصوا عليه العسكر. مات؟ لا لا، راهو في البيت. قدنا وش لهذا الباطل؟ مريم أمعن، جيبي لي كاس مصحة بنتي ماريا. وهذا السنيت قوشة تعمل هنا؟ لا لا ما تمسيش. وصقع علاش خلعتيني عمر؟ قال ما تدناوش. ما تدنيناش يا لالا. نهار اللي نفهم واش راه واقع في هذا الدار تولي نتسقم الدنيا. مريم على حسابك انت واش كان في هاد السنيطقه؟ ما نعرف ما سقسيتوش. معلوم ما تعرفيش. هم.
القضيق وقيل العسكر وحميد. ما تخرج راني نسنى في انسان ولا ماشي خاصه. شكون؟ سي عمر هنا. هذه مرأة. ايه حلي لها الدور. واش تحبي؟ سي عمر هنا. ايه جوزي. ما تقدريش تدققي بالعقل. اسمح لي سي عمر. مريم خلينا وحدنا. مليح. كاش راهي الطريق؟ لاباس. شتي على الكاميرا؟ نعم. عندهم لاباري اللي يكشفوا به السلاح؟ لا لا ما عندهمش. مليح. شوفي يا اختي سمعي لي مليح. نعم. عند باب جامع جديد. نعم. راكي تصيبي على السكري واقف. نعم. وشاد في يده بعطا حلوه. نعم. قولي له كنت متسر ومدي له هذا. نعم. اسمع. بنت جات شافتني. هاني شوف باللي بنت ما قلتلك شكون هاد الولد. حاب نعرف واش شكون. بنت جزائرية. واش تحب هاد البنت الجزائرية؟ جات شافتني يا با. شوف عمر هادي مدة طويلة وانا ماذا بيا نتكلم معاك على بعض المسائل ونظن باللي رانا اليوم وجدنا المناسبة. خير ان شاء الله بابا. سيرتك يا عمر. سيرتي؟ ايه سيرتك في هذه المدة الاخرانية ولات ما تعجبش وما فيها حتى حاجة يفرح. شوف اولا باش تتفاهموا يلزم نتفاهموا بصراحة وباش تكون هذا الصراحة يلزم ننساو باللي انا باباك وانت وليدي. اوه يا بابا لو كان ما خافش نكذب هذا عندكم مدة من اللي نسيته. كي انت كيما انت ما تعرف غير حميد ويا ما تعرف غير التوفيق وانا كي اللي ماشي موجود وهذا ماشي من اليوم يا بابا. والعجب حتى حميد والتوفيق ما يحبونش ومن غير مريم اللي من ناحيه الدم تسمى اجنبيه كلكم كي اللي ثقيل عليكم كي اللي هذا فكرك المخلوط اللي يصور لك هذا الشيء كامل. احنا ما نكرهوش ما نكره حتى واحد سيرتو انت يا ما نكرهوش. بصح سيرتك يا عمر. مش من سيره بابا. شوف كي نتكلم على سيرتك نقصد اولا نقصد الخمر يا عمر. عندي مده من اللي حبست ولو هذا يظهر مستحيل لكن الحقيقه عندي مده من اللي حبست الشراب. صح راني عارف نقدر نقولوا من ديك النهار اللي جات ديك البنت وباتت عندنا. يمكن يا السهره وين باتت برا. شوف عمر نروحوا ليها قبالها الا تحب تتزوج ولو انا ضد الزواج في هذا الوقت نزوجك غير قول برك. يا بابا راني موافقك في مساله الزواج ما راناش في وقته بصح لما باتت برا هذيك حاجه اخرى. حاجه اخرى؟ حاجه اخرى حاجة اللي خلت احبابتك يجيوا حتى لدار والديك. بابا واش من بابا يا قلنا نتكلموا بصراحة ولا كيف؟ بابا ديك الطفلة شريفة مازالت تقرا في الليسي وبنت عائلة شريفة وإذا جات شافتني جات ولا ما جات؟ أي هضر جات باش تطلب مني نروح نشوف خوها. خوها راهو مريض قالت لها تروح تشوف. يا وأنت من وقتاش وليت طبيب؟ يا بابا نعرف اللي انت من المتعصبين وكي شفت ديك الطفله اللي انا بلا الحف مانيش عارف واش تخيلت في بالك. هو بهيم بهيم ولو جات بالحاف كيف كيف المشكله ماشي تم. المشكله كي جات لهنا لدار والديك قدام باباك ويماك ماشي كونها ملحفه ولا ماشي ملحفه. فهمتك بابا قلت لك خذ صاحبي جات تشوفني. اي صحه وسخصيتك على حاجه اخرى المباته والسهرات برا واش؟ اسمح لي يا بابا لكن هذا ما يهمكش. كيفاش؟ ما يهمنيش ها؟ صحة يا عمر صحة. أنا باباك جيت باش نتكلم معك على مسألة وننصحك في صالحك تقول لي ما يهمنيش ها؟
شفت يا عمر على ماش ما عزكش كيما خاوتك الاخرين؟ لخاطر هذا هو جوابك دائما اللي سخسيك من العائلة تقول ما يهمكش، بصح ما تحشمش، عي داري تبقى عي داري. سيدي قلقتوا حميد بعياتكم نسيتوا باللي راه مريض. عندك الحق بنتي عندك الحق. شفت خوك مسكين؟ شفت الرجال باش راه يتعمروا خاطها؟ ها مش روح تما راهو في البيت الدم راه يسيل وعلى من؟ على مثالك. عمر وش فيك مع سيدي؟ واش بيه معايا؟ من غيرك انت يا كامل اللي كرهوني تخشي تلقطوني من الزنقه. لا لا ما تشغلش فكرك هكذا، تعرف بلي سيدي انسان كبير ومريض مع اللي زاد له حميد، تقلق شويه هذا ما كان. راني متاكده بلي الكلام اللي قاله ماشي من قلبه. ان شاء الله عندك الحق. واش راه حميد؟ راه غايس كلي داه النوم. عمر عمر فتو هذيك البطه اللي كانت هنا؟ اه انا اللي فتها. بصح وين راهي؟ كملتي انت معهم مريم؟ ما كفاش لابوليس العسكر العائله كامله كملتي انت حتى معاهم؟ الكل ما تعرفوا غير البعض. وزعف عليك ما تسخسيش مريم بركات. انا سالت بك شنو هاد العيط هذا؟ انا نسمعكم من الزنقه. هيا مريم ادخلوا للبيت العجوزه باش يجوز الطبيب. وعلاش عربي؟ عربي على خاطر لو كان قوري مرتك تشوفه. اه اسمع هذا برك الكلام لهذه المساله صح. السلام عليكم. هكذا يا عمر هكذا خوك حمد راه يموت رجل في القبر والخابرة وانت من واحد لواحد هكذا هبلتنا يا عمر هبلتنا انا ما قدرتلكش. توفيق قل لي يا وليدي الطبيب هذا تعرفه؟ اي نعرفه يا ايمان الطبيب هذا صاحبي نعرفه. وقلت له الشيء اللي صار بخوك؟ شوفي يا ما قلت له بلي كنت نمسح في الكابوس وخرجت رصاصه قصت خويا حميد وهذا ما كان. عملت مليح يعطيك الصحه يا وليدي. توفيق قولي كلو كان يسقسي حميد. يا يما يا يما يا يما قلت لك هذا الطبيب صاحبي عندي الثقه فيه ما يهضرش غير ما تقلقيش صح يا صح. اسمعي انت ولا كذا سي عمر سي عمر لازم نشوف سي عمر سي عمر. اش وليدي؟ الجندي هذاك لقيته قريب نوصل 50 متر بالجامع لقيت هذاك الجندي العسكر ولا بوليس دايرين به كي يحب يقول لي حاجه. هادي بها صار مازالوا البياعين والبومبا هاي بومبا ما عرفتش ما عرفتيش ما عرفتيش علاش ما رميتيهاش فيك اش ما ضربت ما عرفتش واش نعمل كيفاش هذا باش تقتل الابريه ما دخلك انت اه توخذنا يا حمدان. لا يا اما توخذ وحدي واش راح تعمل يا عمر نخرج بها والله يلاقيني بالعسكر بصح مازالوا 10 دقائق صح ما نتقلقوش مازال في يدنا 10 دقائق منين جبتها ما نعرف كيفاش هذا ما تعرف ما نقدرش نقول تعرف كيفاش يحبسوا السيستم تاع لابون لا شوف عمر روح شوف عبد الكريم ثابت وقول له يجي حالاً. تعرف عبد الكريم ثابت؟ نسمع به. ما نعرفش وين نصيبو زيد فايت الحال. بقاو 8 دقايق. توخذنا. لا يا يما، نتوخذ وحدي. عمر، واش راح تعمل؟ نخرج بها والله يلاقيني بالعسكر. أنا نخرج بها على الخاص. لا ما كنت لو كان ما جيتيش بها تولم. لكن درك أنا اللي مسؤول عليها. اسمع. اسمع عمر. أنا درت العسكر
ولي تبت كيفاش شلت حبسوا البومبات. خليني ندبر راسي. توفيق لالا. خليني صح عندها الحق توفيق. شوف شيخ العجوزة روحوا وخلوا وخلي يتلقى. خليني نخرج بها التوفيق. خليني نخرج بها. اتول من تلقى وندي معايا اربعة ولا خمسة سالة عمر. ما كاش قعد انت تموت بها. مي. لو كان حبسات سلك. اسكت. وخلوا. توفيق. ولا انت تلقى سجيك يا شيخ سجيك. كلشي بالمكتوب يا عمر. توفيق كاش تعرف تبت عبد الكريم؟ اسمع به نسيت بلي انا بوليسي. لا لا توفيق الشرطه ما هي سمع به والناس كامل ما تسمعش بتبت عبد الكريم. شوف اخويا خلينا من دو اخي تعرفني ما نحبش اللي يتكلمني على السياسه. لما راك تحققت باللي حميد فدائي وانا تاني فدائي لابو النار خويا العزيز واش من صفره في دارك في وسط فاميلتك عندك فدائي مجروح بالرصاص والاخر بومبه في يدو. اه بعد عمر فكرتني في البومبه. شوف ماذا بيك ترضها لموالها ولا شوف وين تخبيها. تحبش العسكر يجيو هنا يسيبوها ماشي. تخمم مع العسكري اللي يصيبوا القنبوله وما تخممش على اخوك اللي راهو مضروب بالرصاص. عمر سمعتني واش قلت لي يما؟ قلت لها بلي كنت نمسح في الكابوس نتاعي خرجت رصاصه قصت خويا حامد هذا مكان. بالتوفيق راك وليت تعرف حاجات بزاف حاجات. تعرفت على حامد بلي فدائي. تحققت عليا بلي فدائي. راني عارف اللي ما تكلم لا عليا وعلى حامد. بصح الطفله اللي خرجت من هنا واش بها الطفله؟ ما نحبهاش توصل للهلاك. عمر عمر لو كان واحد اخر كنت نتقلق ولا ما نعرفش واش ندير. بصح انت نفضل نهضر معك بهدوء. ما اسمع الا راك متحقق باللي انا بياع
روح شوف المجاهدين نتاعك وقول لهم يحبطوني كيما جميع البياعين. حاشا التوفيق، مازال ما تلفتش بها. المعنى واحد. عمر ضم فيا واش تحب، بصح اليوم كيما راك ظهرتني بصفه اخرى نقول لك الحقيقه. عمر انا نعرفك وما راكش خال عني. عمر ما راكش خال عني، راك تخدم واجبك واللي يخدم الواجب نتاعو ما يزوغش. وانت خد خدمته واجبك. شوف عمر، قلت لك بلي انا نعرفك، انت من صغرك غير مني، كنت غير مني على القرايه نتاعي، غير على الشهادات، غير نهار اللي جات بوليس، نحكي عجبا نهار اللي تزوجت ما حضرتش العرس. كتبت عمر هذاك الصغر. واليوم اليوم ماشي راك تحوس على الصف اللي انا فيه. ما رانيش غير ما رانيش غير ما رانيش غير منك، انما رانا لحقنا الوقت اللي لازم البنادم ياخذ موقف ما يبقاش جابد روحه. قلت لي نمر بقتلك انا ما نجمشي، لكن واحد اخرين ينجموا يطيروا بعدا. صح يا عمر، ما خليهم يخدموا خدمتهم وانت خدم خدمتك وافنى لله في سبيل الله. ما نعفكش توفيق، ما نعفكش على خاطر نحب، ما نحبش الاسم ديال العائله يتوسخ، نحب ردك راجل. هاي نفكر فيها. صح يا عمر، صح صح يا اخويا عمر، صح راني نفكر فيها. هذا شوف عمر، نحي لي هذه البومبا من الدار، ما نحبش تبقى هنا. عندك الحق، مش واجهه، بصح وين نخبيها؟ واش تقول لك نخبيها في بيتك تحت كاسكيطه سيد البريغادي؟ ما تخافش، اليوم في الليل نديها. واشنو؟ زاد شعلت بيناتكم ولا واش؟ تحب نقول لك يا واشنو هذا؟ وصار تاني. والو يا يما، غير عمر تقلقوا هذا مكان. هادو حبوا يهبلونا. يا ربي ونروح نخبي راسي. يا ربي والله ماني عارف كيف نقابلو، كيف نعمل معاه. كنت قلت له كلام ما يعجبش ومن بعد ظهر لي بصفه اخرى، كيف ندير كيف ندير كي نقابلو. بصح كي تجي تشوف يا توفيق، تحنا كترنا معاه بزاف بزاف. حق بابا وحميد كيفاش راه؟ حميد الطبيب نحالو الرصاصة بصح ضيع بزاف الدم. نروح يا يما نروح، انقلنا مني. واشنو عمر؟ عمر عمر واش كاين؟ نروح يا خويا نروح نروح. هكذا وكل واحد منكم يصيب بحسابه وما تزيدوش كامل تشوفوني. يا عمر ما راك مضيق على حتى واحد يا وليدي، على حتى واحد. اسمع صح، انا نستعرف، قلت لك كلام ما يصلحش وانت مقلق شويه، بصح ما نقدر نلوم روحي، ما نقدر نلومك انت. اللوم راه على الجو اللي راه عايش. الجو اللي راك تكلم عليه ماهو موجود غير في هذا الدار في وسط عائلتنا. حكيم كاش ما تحتاج سادة محتاج. واش خير ان شاء الله؟ واش كاين؟ انا محتاج شويه دم. انا نظن باللي سيد باباكم نقدروا نعافيوه. انا برك ما نحبش دم واحد اخر يتخلط مع دم خويا. علاش هذا يا سيدي؟ انسان يقدر يهدي الدم. عندك الحق، بصح ما نحبش دم التوفيق هو اللي قاسو بالرصاص. المساله ترجع للدم بنفسه. واش من الجروب دمك؟ بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. وانت يا سيدي؟ انا جروب او بوزيتيف. مالا انت اللي حشتيك؟ معلوم حشتك بيه انت تاني، غير هو كل يوم هو. عمر عمر واش هو الان بليز خلاص؟ واش هو ما حتى شي حتى شي. والو والو خليك برك كلامك. يا عمر يا عمر يا عمر راك مقلق بزاف. عمر واش
نروح بابا. نروح بركات نروح ونروح هكذا تتهناو مني وكل واحد منكم يصيب حسابه والنهار اللي نتوحشكم نجي نشوفكم على خاطر انا اللي نتوحشكم ماشي نتوما. علاش يا عمر يا وليدي تروح؟ ما كفاش اللي حامد ما عرفنا الا يعيش ولا يموت وتجي تروح نتايا وتحرمني من وجهك؟ اش عملت في دنيتي باش راكم تعذبوا فيا هكذا؟ اش عملت يا ربي؟ علاش يا ربي؟ يا ربي بلوني يا ربي. ياك انت عاقل حرام عليك ياك هذه يماك وانا اختك. هذه يما وانت اختي وقلقت وقلقتكم معايا. يا عمر انا راني عارف المشهد من كل الله. هذو الأشغال ديالك والعمليات اللي راه تقوم بها وهم اللي خلقوك وحطموا لك أعصابك. أنا جعلت روحي في موضعك وأنا بديت نحس وش يحس ذاك الفدائي اللي يقوم بعملية فدائية ويجري وراء العسكر ويضل من دار لدار حتى دارهم ما يقدرش يدخل ليها. أنا نحس ذاك الشيء وعلى هذا راني عذرك. صحيح عمر أنا نقول لو كان كنشوف المسؤولين ديالك وتطلب منهم يعني يعطوك ايام تراحة تريح هنا معنا والجو يصفى وخلاص. لا يا بابا ما يلزمناش الراحة. فرنسا ما راهي تستنى غير في ذاك الوقت الوقت اللي نفشلوا فيه واحنا ما يلزمش نفشل. عمر درك العائلة راهي تفاهمت ما يزيد يوقع حتى خلاف. فيما يخص توفيق سامحوا تعرف بلي اخوك. عمر وليدي ما تروحش. انا راح شي ما والعصب هذو قلقوني وانا قلقتكم حتى نسينا حميد. لا لا عمر ما نسيناش حميد ما نسيناش. ياك راهو لاباس عليه سمعت الطبيب واش قال ما به والو. بصح راهو مطولوا معاه بزاف. انا نروح نجي نقعد بجنب وليدي. يا روح يطمن عليه روح يا خي انا عدوزه ما نحجبش. مريم انتي ما تنسيش الحجبة. عمر على حسب ما فهمت انت بديت الكفاح النهار اللي جات ديك الطفلة وبات عندنا هنا. لا بابا حميد ايه كي جات ديك البنت تكلم معها شافت شجاعته وتكلمت عليه جربوه وقبلوه وانا كنت عارف. محسوب عندك مدة طويلة وانت في الكفاح ومع هذا كان يعاوني في خدمتي يا بابا. كنت نشرب مع أسرتي ومع هذوك الأسرتي شحال من مرة جوست بومبات في الطنوبيلات نتاعهم. الله يجعل يسمح لك ان شاء الله وربي ينصركم يا وليدي. نصرنا جميع يا بابا ما تنساوش انتوما ولدتونا. امين. نشوف بلي سعاده نزلت فيها الدار والحمد لله. ايه عمر كان يحكي لي واحد الحجايات. بلا خويا عمر لازم تحكي لنا منهم ساعه على ساعه. تقدروا تدخلوا تشوفوه راهو في احسن حال. الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فيك. اسمح لي نحن بالسلسه ونوصل. لا لا ما تشخيش روحك نعرف الطريق. ما لاك دكونوا متهنيين هاو من على ياماتي وقف و... ان شاء الله صحيح. ان شاء الله بارك الله فيك يا حمودي. على خير يا حمودي يا على خير سي هشام. سمعت واش قال بابا؟ قال مع السلامه
سي هشام. صح راك عيان سيدي، لو كان عطا ربي ماشي انت اللي تقضي. واش يحب يدير يا مريم الانسان اللي ما بقاش عنده ولاد؟ عمره يتخبى من خلوه لخلوه. توفيق راه مدقدق حقا، راه لاباس شويه. مازال راقد، عذبوه كثير سيدي، برك هو ما حبش يتكلم. الوحوش لما ما صابوش خوه داوه هو باش ينتقموا منه. وهذاك حميد، حميد مسكين تاني راه هذاك سلك سيدي، راه في الكوم مع خاوتو. عندك الحق يا مريم، على كل حال صحته راه لاباس عليه، كشفناه الاسبوع اللي فات صبناه لاباس الحمد لله. الحمد لله يضرب الصح وقتها يطلقوه. ياك قلت لك سيدي راه من ساعه على ساعه يطلقوا البعض منهم. يا مريم شحال سمعت هذه الاغنيه من فمك، يطلقوا البعض منهم ساعه على ساعه صح، بصح بعد ما يديروا لهم عمليه غسيل المخ لافاش تسيرفو كما يقولوا. طلقوهم لله حرام. ما تقلقش روحك سيدي، يرجعوا ان شاء الله يرجعوا. شكون هادو لكم تكلموا عليهم يرجعوا؟ لا والو، كنت نتكلم مع سيدي على الحرب. على كل حال فرنسا ما بقالهاش بزاف، الا كثرت عام ولا زوج ونتهناو منها. وحتى هي راهي عارفه باللي رغم البي 26 والنابالم والمليون عسكري اللي عندها في الجزائر. يا مريم يا بنتي يسديك، خليني من هذا الكلام، ما في حتى فايده. مليت نسمع انا هذا الكلام. واشنو هذاك القضيه اللي جابو سيدك؟ دخلي الكوزينه طيبي لي قهوه. هاي بعدها وجده. صح لنا، واش نطيب العشاء؟ طيبي اللي حبيتي ولا لا واستنى شويه نتاع نتوم. توفيق يحبه مالي حقا، واش راهو توفيق كي خرج خليته مازال راقد. مازال راقد البارح الليل كامل ما رقدش. كانت تحبي بنادم مريح وداتو كلها تسطر عليه. نتكلم على توفيق وقيلا. مسكين، هاني نتكلم عليه. ما خلاوش فيه مسكين، خلعوه. بصح كي تجي تشوف المزيان اللي حكمه هو ماشي عمر، لو كان عمر كانوا يطلقوه ومن بعد يطلقوا عليها الرصاص ولا يرموهم مسطح ولا مكاش تبقى، ويقول لك ما روحوا كيما بو من جل الله يرحمه. ولا يقولوا شنق روحوا كيما قالوا على العربي بن مهيدي الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا ويرحم الشهداء. كنت وين كنتي؟ كنت عند مرتي عبد الرحمن. حليل هذيك المرأة هذي، مع وليدها بالإعدام هي دار المعنويات ديالها كيفاش يكونوا؟ قطعوا له راسه اليوم الصباح، ما سمعت؟ الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسكين رشيد، شفته كي نزاد وعرفته كي كبر، واليوم الله يرحمه يرحم جميع الشهداء. هكذاك مسكينة وراهي صابرة، قالت لي كان يقدر يموت يا بكاش مرض ولا باكسيدان تاع الطوموبيل، الاخر مات شهيد. ولا كان يقدر يموت بالجوع كما كثير من الجزائريين راهم يموتوا على برا. يا ترى شكون هذا؟ يا ربي مساء الخير. سي توفيق بن ريف. ايه هنا دار وليدي. راهو هنا عندي برياله. يا واش تحب عنده؟ راه انا بابا. لكن بابا لازم نعطيها له يمضي لي في يدي. يا ايه ساعد. سمينا نوضي توفيق نوضي. ما عليه دخل نوضي. تسكنوا وحدكم هنايا؟ ايه نسكن وحدنا. مليح غايه والله، مسكنه هي. لو كان ماشي العسكر يضلوا رايحين ما جينا النهار كامل رانا لاباس الحمد لله. وانا جاكم اليوم؟ لا اليوم ما جاوش. مليح كي ما جاوش. ومليح لا كمل.
انا سقسيتك برك ما تبقى صح عندك انسان عليا انت سي توفيق انسان حبي يشوف شكون هذا الانسان وانت شكون انسى اش قالك خلي الباب مفتوح خلي الباب مفتوح ايه صح روح قال اخي سلام عليكم شكون لا غير خير يا بابا غير ما تقلقش انا واحد صديقي حاب يشوفني هذا مكان مساء الخير عليكم يا ناس هذا الصوت نعرفه معلوم يا ريدي عمر واش راك يما بخير وليدي عمر واش راك لاباس على السلام على السلام عليك واش راك لاباس واش راك خويا لاباس شويه واش واقيلا راك تجي عا روح نجيبك تاكل حوايجك لا يما راني لاباس والحمد لله تحب تشرب قهوه لا لا اختي صح وانت بابا واش راك قلبك شويه راه سهل سهل حميد حميد راه في الكان ياك راه يتعلم الانجليزيه دوك كان بالك مبروك عليك عمر ما راكش تبرد في الليل وليدي يا يما مازلنا نتكلموا على البرد والسخان ما عنديش بزاف الوقت وجيت نتكلم معك شويه توفيق صح خويا اي ما يربي توفيق ريحوا انتم معنا احنا نروحوا للبيت ريحوا مريم روحي لقي الباب تجيك عمر ماشي حق عليك كنت تجي اذا توحشنا كنت بعد كاش واحد يسقسي علينا وهذا مكان ايوا توفيق عذبوك ها واش تحب نقول لك يا خويا عمر جاو حوسوا عليك هنا لما ما صابوكش داوني في لاجيب على كل حال وصلوا لواحد الحد في العذاب لا يطيح مؤمن بين يديهم يا لطيف يا لطيف دوك بلا توني دور داوني بلا توني باش حتى واحد ما ينتبه خير ما جابك خويا توفيق بعتوني ليق في الحقيقة بعتوني الخبر وأمروني نشوف السي هشام على خطر القول القبض على واحد الأخ وراهم متحقين باللي الأخ هذا ما يتحملش العذاب ما لا لازم عليك تروح وما قالولكش اسم هذا الأخ؟ لا بالصحة والأمر منا على ساعة كون في باب سينما دنيا زاد راك تصيب سيارة أروند نمرو 560 L91 ايه دخل طوموبيل راك تصيب اخي يقرا في الجريده تاع ليكو دالشي وهو يديك المكان واحد اخر من غير شك تلتحق بالجيش صح عمر واش راه يدير يما ما يدونيش حيان توفيق شوف يمكن جاو برك يسكش ما يسالوا لا خو ترانكيل اطلع الفوق شوف صح عمر شتهم جاو يلقيو عليا القبض نقرص على المجموعه ودا بيانا ما نجمش خويا هذا امر ما يحكمونيش حي ما نقدرش نتحمل العذاب مره ثانيه قول خويا عمر صح ما تنساش تقول لي كان نقرص على المجموعه ودا بيا بابا روح بابا روح بابا وي لا فامي بن ريف وي فامي بن ريف vous permettez oui oui entrez Vous êtes le chef de l'île ? Oui, c'est moi, oui. Eh bien, nous étions venus pour procéder, n'est-ce pas, au... C'est votre fils ? Oui, monsieur, oui. Pourquoi cette hésitation ? C'est vous ou c'est non ? Oui, c'est bien mon père. Vous savez, il est un peu perturbé par les événements, c'est pour ça qu'il est... Ah, vous vous exprimez bien, vous êtes instruit peut-être ?
Oui, enfin, si vous appelez ça instruction, oui, je suis instruit. Je suis brigadier de police. Ah, un collègue. Mais que vous êtes arrivé là, mon ami? Vous savez, un banal accident de voiture. Nous étions en virée. Vous savez ce que c'est? Ce n'est pas grave. Non, non, non. À part que la voiture est complètement démolie. Oui. Bien, et j'étais en train de vous dire, n'est-ce pas, que nous sommes venus pour procéder au recensement. Ah, le recensement. Oui. Ben, recenser, recenser. Yima, amdiou ala le recensement. Hein? Diou ala le recensement, mbak. Ah, ça. Je m'excuse, ma mère est un peu... j'ai compris, n'est-ce pas. Bien, donc nous disions la famille Benrif, monsieur Benrif. Hamdan. Hamdan, oui. Madame Ben. Yamina. Yamina, n'est-ce pas? Monsieur Benrif. Toufir. Ah, Toufir. Toufir, oui. Et puis. Ma femme. Mariam. Mariam. Bien. Donc votre famille se compose de 4 personnes, n'est-ce pas? Non, monsieur, j'ai d'autres fils. Non, très bien. Je crois que ce n'est pas la peine de les inscrire. Puisque mes frères travaillent en France, enfin ils ne sont pas ici. Ah oui, je pense. Non, bien sûr, c'est inutile, n'est-ce pas? Comme il serait inutile de nommer un responsable d'immeuble, puisque la maison est seule. Par contre, vous pourriez peut-être être le responsable du quartier, très bien. Vous savez, à mon avis, je crois qu'une autre personne serait plus indiquée. Vous savez, à la police, on n'a pas d'heure fixe. Vous connaissez ça? Oui. Oui, j'avoue. Bien, eh bien, monsieur, voici, vous pourrez remettre ça à toute réquisition, n'est-ce pas? Oui, merci, monsieur. Voilà, eh bien, il va falloir que je m'en aille. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre visite. Au revoir, messieurs, dames. À bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. الحمد لله اللي ربي يسترنا. عمر راحوا راحوا مزيان اللي خديت رايك. زيد قاعد معنا شويه عمر. فهمتني اللي نروح مريم. عمر قد هي مات معنا وليدي. لا يا بابا ما نجمش هذا هو الوقت لازم نروح. تروح يا وليدي. تنساش الوقت. ربي يسترك يا وليدي. تبقى الخير يا وليدي. يا مينا. لازمك تكوني سعيدة يا مينا. خاطر هو راح يقوم بواجبه. راح يجاهد يدافع على بلاده. وانتي تسمى راكي مشاركاته في هذا الجهاد. لخاطر انتي اللي جبتيه. ايه راح. كل ما جا ما قعد معانا. عنده الحق باباي. شوفي ما يزمنك بزاف الشجاعة. على خاطر انا تاني راني رايح. كيفاش؟ واش قلت توفيق؟ كيما قال عمار يزمني نطلع الجبل. فوق تروح يا وليدي. دوخ يا ايما. نسيتوش خلاص نشوفوك. إذا حب ربي إلى يوم الاستقلال. الله كيش يما صح هيا هيا متكيش صح صح بابا توفيق صبر زوجك وانت حوجك وليهم سلوا فيك. راني نحس في شيء ما رانيش عارفه الا لازمني
نبكي ولا نسوى ولا نزغرد. كما تعمل مليح يا مينا، كما تعمل مليح، خاطر انت ام والام كي الشجره تثمر نحول الثمرات ديالها باش يقوتوا بهم العباد. هذا هو واجب الام يا مينا. عندك الحق، كل عمري ما ولدت، هذه هي الدنيا. هو حب الرصاص هذا ما يكون غير عمر. هو ما نظنش اللي حب الرصاص اخوه مازال هنا في الدار. هو صوت الرصاص هذا بعيد. اه مشي عمر، مشي عمر. شكون هذا؟ هشام. قعد هنا. واش كاين؟ اسمع الرصاص. يعني اسمعي، وانت علاش رجعت؟ هذا عمر. واش بيه عمر؟ كنا حاطين تلاقينا بالعسكر طلع. ايه. في عدنا نهربوا، عمر فضل يقابلهم برصاص. وراه صاير هادشي؟ تحت في كاتشيرما. قلت له ما يلزمنوش يدير هادشي، ماشي من حقه. قال بلي انت محتاجني اكثر منه وزيد بزاده، ما حبكش تحبين بين يديهم. عمر عمر، الثورة محتاجة كل ولادها. شوف سناني برا دوك نجي. وزيد قال لك اسمح لي. بابا يما قال خير. مريم مريم قال خير. لما يزيدوش يدوروا في ثلاثة على هذا الميدا. يا مينا وراك عارفة بلك هرب. عنده الحق سيدي، بلك خلاص له رصاص وهرب. يا مينا يا مينا، أولادك مجاهدين ومن حق الزغردي، ما تبكيش. شكون؟ عمار. اه سي عمار. دقيقة صح، هذا سي عمار جاي يشوفني وراح لشغالكم صح. اه على سلامتك سي عمار. مرحبا بك. اهلا. واش راكم؟ واش راك؟ لاباس. هذا هو كيف راك؟ رانا بخير. وقال سي حمدان ما خيرتش النهار اللي نجيك فيه. ما فيها بس يا سي عمار، ما فيها بس. تفضل لي. صح بارك الله فيك. يا ربي مشاك بخير. انا كيما حب ربي سبحان الله. قول لي ما سمعتوش رصاص اللي كان يصيح في الربع طرق؟ سمعنا هذاك الوقت. سوا سوا يا سي حمدان، انا كنت طالع، انا غير لحقت الربع طرق وهي تشعل. واش نقول غير العمر مازال طويله برك. ايه وكيف هفرات حكمهم؟ اوه ما حكموش، قلت له الله يرحمه. الله اكبر، لله وانا اليه راجعون.
بصح راجل يا سي حمدان، هما ما نقول لك 20 ما نقول لك 30 وهو وحده هكذا كشد معاه واحد العشر دقائق والله اكثر وهو معاه. بصح خسارة خلاص الرصاص، كي شاف روحه ما عنده شلون يهرب وقف في وسطهم وبدا يضرب فيهم برا الشاشة تاعو ويعيط تحيا الجزائر تحيا الجزائر. واش نقول لك غير قول حبي يموت وما حبش يحكم واحد. ايه حبي ما قلتلكش كان متلحف كل مرة. سي حمدان سي حمدان راك تسمع فيا؟ ايه كنت نسمع فيك ساعة ماضية قلت كان ملحف ياك. كان ملحف انا عمي. هذا هو مرجان عندها موضة الجزائرية يا سي حمدان. عندك الحق عندها مولد. ايه خير ما جابك يا سي عمار؟ ما جابنيش الخير يا سي حمدان. واش لاباس؟ هذه مدة اللي راك شافي كنت قلت لك بيراز حبيبي عندنا الحوش. ايه قلت له وحنا ما حبيناش نشيروا عليه. ايه ومن بعد؟ اما لكن ما لقاش لمن يبيع جاو العسكر سكنوا عنده. ايه قلت هذه هذه الثانية. ايه بصح البارح زادوا جاو لنا احنا ثاني ودونا الحوش تاعنا. قالوا بلي الفلاقة اكثر في هذيك الجهة. ونبعثوا لك واحد الورقة باش تروح تشوف الرئيس تاعهم ولا ماش عارف اش يكون. هاي هم كاتبين لك البلاصة اللي تروح ليها. شفت المصيبة كيفاش؟ ايه رحم والديك يا سي عمار. بات عندنا اليوم ياك؟ لا لا ما دابك يا سي حمدان وكان تسمح لي راح اشوف اختي. ايه ما حبيت. هاي بارك الله. هاي لا مرة سي عمار. صح سلامة. مخدوش حمرهم واحد بيسافر. يمكن وين راه درك؟ او ساب عائلة اللي تعزو كثر منا. علاش؟ احنا ما عزيناش. انتي دي يمكن يا مريم صحنا يا ما عرفوش خدو. تول من العسكر ما كانوش حتى جايين لهنا. هو راه عارف قصبة ولا فيها العسكر اكثر من السكان تاعها. كيف راه يعرف؟ مريم جيب العسير بدنا نصلي جديد. نعم يا علي علي fouillez-moi tout ça, toutes les chambres. Allez, sors d'ici la vieille. Allez. Hamdan. Y'a rien, c'est alors chef, on commence le bal? Vas-y. Oui, Hicham. Fin Hicham. Shkoun Hicham, hada ma n'arafch Hicham ana. Ah oui, vous ne connaissez pas Hicham. M'attache Hicham. Wenti. Wiktarah.
كاين تي باسي وقتها راه شكون كي سي مسيو الشاه ما بغيتي طون فيس توفيق اي توفيق مسيو با هشام في با المالان توفيق سي هشام كون ايتيل بارتي وقتها راه راح البارح البارح سي با فري ماشي صح البارح كان في ديستي جا بقى على خير وراح صح واش يقول؟ ايه جا قعد واحد الساعة ومن بعد راح Il est venu, il a passé une heure et puis il est reparti. Quand je pense que je l'ai eu ici et que je l'ai laissé filer. Et moi, qu'est-ce que je dois dire, hein? Un camarade à moi, on a passé des soirées ensemble. C'est bien foutu de moi. Mais là, hein? Il est parti, là. Mais gars, je suis que t'as eu le lit, ou que t'as dit. Mais avec mes étudiants, j'ai un chlas. Eh ben, il s'est débiné, il a mis les voiles. Comment ça, débiné? Parti? Ouais. Jusqu'à l'indépendance, peut-être? Regardez-moi ces gueules d'indépendance. Où est la chambre de Toufik? Oui, une chambre à Toufik. Georges, viens avec moi. Personne ne bouge. Harkouch, bougez pas. Souveillez-les. Hamdan, Rani Khaifa. Khaifa, ménage, Khaifa, place. Sidi, où est-ce qu'il y a le monde? Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. حمدان هذا يهضر بالعربية مسلم شكيت ثم تهضروا فرنسيز لا نهضروا عربية اي توفي انا صاحبي ما شو يبقى الغارسون ها هلا بيدي وين وين توفي وين وين ما على باليش جو سي با مسيو وانت ها مرتو يقول لك مرتو وين ما قالش لبابا كيفاش تحب يقول لي بابا انت مرتو كي سافام ما قاليش il a rien laissé le salaud pas même une feuille de papier وين يدير البابيي وين يدير كوارتو تو فيها ها عندوش كوارتو وكان كيجيب كوارت يقراهم ومن بعد يحرقهم Il est bien organisé le cochon, hein? Tu as pu en tirer quelque chose? Tu pars. J'ai beau leur dire que je suis un brave garçon, que je suis un ami à lui. Rien à faire. Je crois qu'on s'est dérangé pour rien. Je ne te dérange jamais pour rien. Si tu t'occupais un peu de la fille. C'est pas une mauvaise idée. Hé. Qui fais-je? Tu fais qu'il y a? Hein? وانت وحدك شامبرا امبوسيبل انت لا شابه نحيدك نحيدك انتوما كلاب انتوما وحوش انتوما ماشي رجال عاود ماشي رجال حمدان يديكم سون با دي زوم وي با دي زوم فيان ايسي توا نحيدك عليها بوجي با سي انا او با حمدان حمدان جميل رايح وراك هذو وحوش ايه انا توفي صاحبي توفي سي مون امي بوش با بوش با حلف بوش با Hamdan! Je t'ai dit de ne pas bouger! Mariam! Bougez pas! Harkouch! Hamdan! Yemma! Mariam! Qu'est-ce qu'il y a, chef? Elle m'a vu.
Allez, venez m'aider, vous autres. Allez, on vous prend, hein. La vieille folle.